نعم نعم شدنا فاتري من هون هاي بطاريين هاي طبعا هاي وحدة هاي وحدة ثانية هاي وحدة ثالثة هاي مكان القاطع هاي الوحدة الرئيسية أو الوحدة اللي شاب بكون شابك معها خطوط ال الهايبرد اللي هن هون هذا هيك إن شاء الله بإذن الله بدنا نصلحها نفحص كل وحدة على حدة إن شاء الله بإذن الله نفرجيكم بعد ما تشغل السيارة بإذن الله